الضحايا المدنيون الحصاد المر للحروب تتكرر هذه المشاهد في كل قصف يطال المساكن سواء من قبل ميليشيا الحوثي او التحالف ما تقوله الساعات الاخيره ان عشرات المدنيين سقطوا قتلى وجرحى لضربات للتحالف في اكثر من مدينه لكن هذه ليست احداثا منفصله فهذه الاحداث مستمره منذ ثلاث سنوات ويدفع المدنيون كلفتها الباهظه الى جانب القصف الممنهج على الاحياء المدنيه من قبل ميليشيا الحوثي والالغام والقنص وطرق القتل المختلفه، تاتي الضربات الجويه للتحالف العربي لتطال السكان المدنيين في صنعاء وتعز وصعده ومحافظات عده. غارات تسببت بمقتل واصابه اعداد كبيره من المدنيين، لا يمكن تبريرها لثلاث سنوات. لا يخفى على احد لجوء ميليشيا الحوثي لنصب مواقع واهداف عسكريه مشروعه للتحالف في مواقع سكنيه، لكن ان تستهدف هذه المواقع تحت مبرر الضروره العسكريه فهو جريمه موازيه لجرائم الميليشيا، لكل حرب كلفتها، اجل هذا ما يقوله الكثير، غير ان هذا الصوت يخفت امام الحديث عن تلاشي نسبه الخطا في اسلحه حديثه لتبقى الغارات الخاطئه ذنبا على اكتاف مرتكبيها ومحموله على ضعف في التنسيق بين القيادات المحليه وغرفه عمليات التحالف. هل اصبح على اليمني ان يتقبل جرائم التحالف تحت مبرر اخطاء الحرب؟ تظل الخساره البشريه هي الانكا في هذه الحرب، وتبرز مخاوف مبكره من ذهاب دماء الضحايا دون تعويض او جبر ضرر، فهل كلما اقترب الناس من الشرعيه بعدت ضربات التحالف بينهم